السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا للويجيز مانشن 3، وفي الحلقة اللي طافت خلصنا طابقين دسمين، الطابق العاشر اللي كان فيه مهفيم الفراعنة، وقابلنا فيه كليوباترا، وشفنا فيه الهرم، والطابق ال 11 اللي شفنا فيه البنات المزعجات وكان له دخل بالخدع والترولات خلونا نقول. فحنا مستعدين ان نكمل في طور القصة مع طابق جديد اللي هو الطابق رقم 12، فخلونا نقول بسم الله ونشوف وش راح يكون الثيم هالمرة. او مرساة، اوكي، واسماك. طيب خلونا نقول ان الوضع اقرب للشيء البحري، سواء بيئة ولا سفن، خلونا نقول والله ما يندرى. فخلونا نكمل، فجلسين نشوف نموذج السفينة او قارب، وايش الشيء الموجود هنا. اوكي، ما اعتقد ان شيء راح نقدر نستفيد منه حاليا. خلونا نشوف وشو في هنا بالداخل. البوابة ما راح نقدر ان ندخل. طيب ف نرد على جاد الله. الويجي، شكرا للقارب اللي سد طريقك، شكله ما راح تقدر تتقدم زيادة. ايش جالس يسوي القارب هنا اصلا؟ اسمعني، توقيت مناسب تقدر تجي للمختبر، في شيء خايس صار. الله يستر. الحقيقة راح أقول لك التفاصيل لما تجي. يلا تعال المختبر. تمام، أستناك، أسرع. طيب طيب يا جاد الله. طيب خلونا نشوف، بما أننا ما راح نقدر نتقدم زيادة زي ما قال، فخلونا نشوف إيش ممكن راح نسوي. أوكي، خلوني أستخدم الفي بي على أساس أني أروح للمختبر على طول، وبما أني ما استخدمته من أول فأشوف أنها فرصة حلوة أني أستخدمها. ممتاز. لويجي، كنت استناك. في شيء ناقص. في حفاظة ناقصة؟ اي صح، هذا هو الشيء الخايس اللي طريته. بيض الله وجهك. تعرف، كنت بالحقيقة افكر في تطوير مكنستك زيادة، عارف كيف؟ ازيد قوتها. كنت واثق ان القطعة اللي احتاجها لتطوير المكنسة موجودة بالفندق، فخليت الحفاظة يروح يدور لي عليها. لكن طيب، القي نظرة على هذا الويجي، هذا تصوير من الكاميرا اللي اعطيتها لتود. اوكي، واضح المكان. اوكي، والدرج هذا اللي يوديك فوق عند البوس. الله يقطع راسك الحفاظة. يا الله، واضح ان تود تعرض للهجوم من الاشباح في المكان اللي كان فيه التصوير. اسمعني لويجي، التصوير هذا يعتبر تلميح لك، استخدم اللي شفته في تحديد مكانه. اوه صح، وفوق كل هذا لازم تجيب القطع حق تطوير المكنسة. اختراعاتي على الحفة، لازم تعتبر المهمة هذه في منتهى الأهمية، صح؟ يلا انطلق لويجي. فزي ما تشوفون الوضع صار في ان جاد الله اكتشف ان في اداة او قطعة راح يقدر يستفيد منها في تطوير المكنسة تبعتنا. وبدال ما يقول لي يعني خلى، لا مو يعني، يا ليته خلى الحفاظة الزرقاء، يعني خلى المفهي الاحمر اللي بغى يجيب العيد فيهم في السواقة.
فاللي علينا نسويه الحين، طبعا هاجموا الأشباح وجاب العيد، ما قدر انه يرجع في الوقت المناسب، وهو يحاول يهرب اللي صار انه طاحت الكاميرا، لكن وضح لنا من التصوير وين الجهة اللي كان فيها، فراح نقدر ان نروح ونشوف شو السالفة، لعل وعسى راح يفيدنا الشيء اللي شفناه في تحديد مكانه. فخلونا نكمل. هذول الى الحين يعلقون صوري. طيب اوكي الوعد قدام. لا 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 لا، الا انت يا مزعج. طيب خلونا نتفاهم معاه. اوكي الظاهر اني جيت في مكان غلط، فالافضل اني اروح له من هنا على اساس اني اسحب بطريقة صحيحة. يلا نستخدم الدارك لايت عليه ونشفط البلورات الشبحية على السريع. ما ادري وش راح يكون في داخل، ما اعتقد انه شيء مهم. والله يعتبر انا قاعد اشوف بس. يلا ما علينا، عندنا مهمة ثانية خربت علينا الطابق الجديد، فاللي علينا نسويه يعني لا الصفر المزعجين. يلا دد الشات. طيب ممتاز. ولحظة، الصفر هم المزعجين صراحة، الزرق يحليلهم، ما عليهم خوف كثير. طبعا انتو زي ما المفروض انه خلاص عرفتوا ان الصفر مستحيل يجون لحالهم، او مستحيل واحد يكون منهم الحالة، يعني لازم يكونون اثنين. فكذا حنا خلصنا من الددشات الاولى، راح نقدر ان نكمل طريقنا بعد الاخ اللطيف. واضح ان تود اساسا من هنا، او كان راح يطلع من هنا، وهذا هو الدرج اللي كان فيه تود وشاف الغثيث، وبعدها رجع ودخل المكان هذا وعلى الاحرى هنا في الجهة هذه، او ان اذا كان في بوابة ثانية كأنه كان في شيء هنا اعتقد. اوكي راح استخدم قويجي. اوكي الموتور كان موجود هنا، ممتاز، فراح اقدر اني استفيد منه في تحريك الجسر الموجود هنا. على الارجح تود دخل الباب هذا، وفعلا شوفوا هذول الكراتين اللي كانوا موجودين هناك. يلا قويجي حاول انك تلقالنا يا. اوكي جالس اشوف اشياء عجيبة هنا، واسحب على الايتمات، دام ان ما هي في المكان هذا ممكن انها تكون الجهة هذه. في واضح ان في خشبة جالسة تتحرك، ممتاز. اوكي ما راح اقدر اعدي بسبب الموية الموجودة، لو اني سديت الصمام، ممتاز. اوكي لقينا الحفاضة، فالوضع ممتاز. الحين اللي علي اسويه، ما اعتقد ان الحفاضة راح يقدر انه يرجع هنا. يلا القف يا لويجي. فالوضع ممتاز. اوه لقيت الحفاضة لحسن الحظ. يلا جاء وقت المهمة الأساسية، حاول انك تلقى القطعة اللي قلت لك عنها، اللي شفتها بالتصوير تتذكر، بالتوفيق. يلا تعال الحقني. فزي ما تشوفون هي طاحت منه والحقة برقبة في الجهة هذه، فكان هنا الويجي. شوف هذه هي القطعة اللي كنت احاول اجيبها، ما جاء في بالي انها راح تكون فوق هنا، انت ايش جاء في بالك؟ فواضح ان برقبة حطها هنا. فاللي علينا نسويه باستخدام قويجي ان نحرك الجسر على اساس انهم يقدرون يتقدمون. الحقني يا تود. فراح نقدر ان نلقى هذا هنا، بس بما انه مرتفع. طيب خلنا ورنا قد ايش انت رهيب. ممتاز، فأخذناها زي ما تشوفون، فالوضع مرة تمام. هي دي القطعة اللي طلبتها، عمل رائع. يلا لويجي ارجع للمختبر، الحين راح نقدر نطور المكنسة، فالوضع ممتاز. راح تعال وين رايح؟ تبي تضيع مرة ثانية؟
فراح نقدر ان نرجع على اساس ان نطور المكنسة، وبالتالي راح نقدر ان نكمل او نشوف ايش ممكن نسوي يعني. وش الزفت ذا يا الله. اوه للاسف طريقك مسدود، لازم انك تسلك طريق ثاني بعيد عن حبة المخلل هذه. والله حبة طرشي بعد. شوف خريطتك، فواضح ان الطريق اللي راح يرجعنا على طول على المصعد مسدود، والجهة هذيك اللي قدامنا اللي قابلنا فيه البوس ما في اي باب ثاني. فبالخريطة جالسين نشوف ان الطريق الوحيدة اللي هو، او خلونا نقول الطريق الوحيد اللي هو نفس طريق المجاري اللي سلكناه من البداية، لكن راح يكون معنا الغثيث مرة ثانية. فيلا يلحقنا الحفاظة مرة ثانية. خلونا ندخل الى الكنترول روم، ويعتبر استرجاع الذكرى الطابق هذا. والله من الطوابق اللي صراحة استمتعت فيها كثير. فخلونا نكمل طريقنا وننتبه بعد انما هذا اللي كنت اقصده، ننتبه انما ينصاد. نشوف وشو مجموعة الاشباح اللي راح نقابل. هذا اساس البلا، هذا فعلا اساس البلا. ددش 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 ددش. المفروض ان انفتح لنا الطريق. يلا كذا ممتاز، الحقني يا تود. يلا خلونا نكمل طريقنا الين ما نوصل الى النهاية. كويس ان ما تورطنا. طيب اوكي، الاشباح الصغار هذول لذيذين. يلا هذا يا عمي انت خايف ليش؟ انا معاك لا تخاف لا تخاف، هذول شفطتهم طالع. يلا يلا تفضل، انا بغيت اشفط هذول وشفط. طيب يلا خلونا نهرب منهم. خل اطلق هذا بعيد، كويس اني ما جبت العيد. تعال الحقني. طيب اوكي، خلونا نقول ان استقر الوضع هنا. المفروض ان قربنا من الوجهة تبعتنا اللي راح تخلينا نطلع. طيب وشو في عندنا هنا؟ ما راح اقدر. يبغى يصيده يا زفت. طيب وين راح هذا؟ ماني عارف ايش في حاط. طيب خلوني اشوف وين راح يجي. ما راح ينفع الا كذا، ما راح ينفع الا كذا، لان صراحة الوضع يخوف، ما يتخلون لحالهم. اتذكرت هذا الطريق الويجي راح يكون اسهل ان نطلع منه. ففي طريق ثاني ممكن ان ندخله. تدري انا حطيتها في بالي السالفة، انا حطيتها في بالي. وينه بس؟ هذا هو. تعال تعال، بتجيك احلى ددشات. يلا ددش 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 دبش دبش. خلونا ناخذ القلب بعد. اختفى يوم ان كنا نبغى ناخذه. فنقدر نقول ان هذا طريق جديد ما قد رحناه من اول. هذا وشو فيه اللي هناك؟ اوكي بلونه، وفي عندنا بلوكات. خلونا نستخدم راس الحفاظة في كسره. والله طلعت منها فايدة، كويس. الويجي شوف في باب هنا بس واضح انه ما فيه ممسكة. طيب يعني ما راح نقدر ان ندخل الباب، بس لو ان فعلنا اوكي انتوا تشوفون الممسكة، او خلونا نقول الشغلة هذه اللي ممكن افتح فيها الباب موجودة بالاعلى. يلا خل نفسك مفيد، خل نفسك مفيد وجيبها. طيب ممتاز كذا احنا قدرنا ان ناخذ الممسكة على اساس ان نفتح القفل الموجود هنا، وراح نقدر ان نطلع. نقول ان خلاص قربنا من المصعد. يلا يلا خلونا نطلع من الجهة هذه ونشوف الطريق وش راح يكون هالمرة. اوكي طيب تعال الحقني وخلونا نشوف وش اخرتها. او كانها سبيكة الذهب بدال ال. طيب هذا واضح انه نفس اللي شفناه في البداية اللي يلف، بس راح نحتاج موتور على اساس انه يلفه
الجهة الباب تشوفون هنا في مخرج، بس لازم ان نلقى الموتور الموجود. ممتاز، ممكن انه يكون الموتور بالاسفل. والله في عناكب كثير والذهبيين بعد. يلا نعبي طاقتنا، ما راح نقول لا ابد. فممكن انه يكون هنا ولا هنا. هذه بلوكات قدامنا قابلة لل انها تنكسر. اوكي ممتاز، هذا نفس اللي شفناه. اوكي راح نحتاج رأس الحفاظة على اساس انه يضغط على. اوكي كويس انه عارف شغلة. فكذا طلع لنا الموتور. راح نحتاج جويجي الله ليهينا في التحريك على اساس ان نقدر. يا اخي تعال بسرعة يا اخي، حنا متأخرين بسبتك، راح علينا طابق جديد بسبتك. طيب فكذا راح نقدر ان نمر من الجهة هذه ونخلي جويجي يحرك الموتور على اساس ان نقدر نطلع. كفيت ووفيت يا طير شلوة. فكذا راح نقدر ان نطلع بكل اريحية. تشوفونه المخلل، تشوفونه فوق هذا وسد علينا الطريق وطول علينا المشوار. ما عليك ما عليك، ما راح اتحلطم يا جاد الله. يقول وقف حلطمة وكمل، خلاص ما عليك. كذا راح اقدر اني اطلع من غير اي مشاكل. هل اقدر اودي داخل هنا؟ طيب اوكي، ما فادني الموضوع ابد. تشوفون فوق المصعد، كل اللي علينا نسويه ان نرمي الحفاظة الى الاعلى. وطلع لنا زي ما تشوفون الدرج، فهذا طريق ثاني ممتاز جدا. كل اللي علينا نسويه ان نرجع الى المختبر. فخلونا نرجع الحين. ايش اللي صار؟ اوبا، وش اللي صار؟ هذا ما اطيقه، هذا ما اطيقه. كذا ممتاز. ايش اللي صار؟ شفتوا ايش اللي صار؟ بغى يشفط الحفاضة، حسبي الله عليه. فكذا خلصنا منهم من جد. يعني احس الطابق هذا برعاية برقبة. يلا تعال تعال، جننتنا معاك. خلونا نرجع الى المختبر الحين على اساس ان نرجع البطيخ. بس فوق كل هذا نعطي القطعة اللي اخذناها من الجهة هذه واللي سببت لنا ازعاج. فنشوف، سببت لنا ازعاج صراحة، مرة سببت مشاكل لنا. ولا كان رحنا طابق جديد وانبسطنا. دقيقة بعد باقي صقعة واحدة. يلا ممتاز، خلونا بسرعة نرجع الى جاد الله، نرجع البطيخ هذا في نفس الوقت. انت لحقت الى هنا كذا؟ لا هذول ما عليهم خوف. هذا اساس البلا. هذا تعال تعال يا زفت. المشكلة ما قاعد اشوفه. وينه؟ خلوني ادوره. تعال حسبي الله عليك. تعال ددش 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 ددش. يلا تعال، المفروض اني امسكك بالمكنسة على اساس اني ارجع، ولا انك تسوي لنا الزحمة هذه. فخلاص كذا رجعنا الى جاد الله. خلونا نشوف. شكرا على انك جبت لي القطعة لويجي. يلا جيبها اشوف. ايش تسوي؟ جيب المكنسة بعد. يلا تفضل. الحين قول لي ايش رايك، خلصت من تطوير المكنسة. اضفت لها قدرة اسميها الشفطة الخارقة.
زادت قوة الشفط بشكل فظيع. للأسف راح تحتاج أنك تشبك المكنسة بمدخل كهربائي خاص علشان تستخدم الشفطة الخارقة. يعتبر عائق بسيط ومحدود لكن راح تقدر تتأقلم. أنا متأكد أنك راح تلقى بعض من هالمداخل الكهربائية بالفندق، حاول أنك تلقى وراح تقدر تستخدم القدرة الجديدة. على فكرة ما تذكر أنك طريت لي موضوع القارب اللي كان في طريقك في الطابق الجديد الويجي؟ هذا ما راح يأكل عيش قدام الشفطة الخارقة. ارجع للطابق ودور على المدخل الكهربائي الموجود هناك. فزي ما تشوفون رجعنا الحفاظة الحمراء، وفي نفس الوقت قدرنا ان نطور من المكنسة تبعتنا. فكل اللي علينا نسويه ان نرجع الى الطابق اللي كنا فيه في البداية. فنقدر نقول ان الحين حنا وصلنا بشكل رسمي، خلونا نقول، الى الطابق الجديد اللي هو الـ12. فاكيد من كلام جاد الله قدرتوا تستوعبون او جاء في بالكم الشيء هذا اللي ما قدرنا نستفيد منه في البداية. فخلونا نشوف الحين ايش راح يصير. اوكي، واضح ان الشبك بالمكنسة راح نقدر نستخدم القوة الجديدة. اوبا، وشو ذا يا جماعة الخير؟ والله وضعها محزن صراحة السفينة، وضعها مو محزن، وضعها اوكي. ما ودي اشفط اشياء زيادة. والله هذا خلاص خلاص، كفاية كفاية خلاص، كفاية كفاية مرة كفاية. بس صدقون الواحد يحتاج في حياته زي المكنسة هذه. المهم راح نقدر الحين ان ندخل الى البوابة هذه. اوف يا الشلالات، اوف يا الكهف، واو وشو ذا، سفينة الابداع يا اخي. راعية الفندق هذا ضبطت يا اخي، كيف سوت كذا يا اخي، كيف سوت كذا؟ المهم فزي ما تشوفون حنا نعتبر دخلنا، من يعرف هل هذا مطعم الحين او كأنه مكان تجمع القراصنة خلونا نقول، وهذا زي البار تبعهم اتوقع. فخلونا نكمل طريقنا. اوكي، انفتح لنا الباب الموجود هنا، فخلونا نكمل ونفتح الباب. شوفوا انا افهم ان الرمل ممكن تجيبه، بس بحر كيف جابته؟ كيف جابت بحر هنا؟ واو. فزي ما جالسين نشوف حنا على الشاطئ وفي قدامنا سفينة. فخلونا نشوف، ندق الجرس الموجود هنا. ما صدق ان هذا داخل فندق. فزي ما تشوفون انفتح لنا الجسر، فراح نقدر ندخل الى او على ظهر السفينة خلونا نقول. الحفاظة الأخيرة. طيب اوكي، ما يحتاج اكمل.
القرصان شداد. اوكي والزر الجديد وين راح؟ صار جزء من سفينته. ايش يبون هذول؟ اوكي اتوقع اني فهمت السالفه. لازم ناكله البيرلز الموجودين. يلا تعال. طيب انا ما ادري هل يوم رميتها تقدم هو ولا ايش. اوكي المفروض انه لما يطالع فيني بعدها راح اقدر اني ارميها عليه زي كذا. طيب كذا ممتاز. دقيقة هذول ليش لما طيب يلا تعال تعال انا هنا قدامك. اوكي ممتاز. فكذا طلع القرصان. لا ويكح بعد. الان لا ليش الان الحين تعال يا زفت. ددش بس ليه؟ اوكي يلا ارموا البراميل تبعتكم. اوكي هذا البرميل الاول. خلنا ناخذ معنا واحد زياده. ودي اخذ معي واحد زياده بعد في حالة إذا قرب. يعني شفتوا الزفت ذا ما رمى علي إلا يوم جيت أبغى أضربه فخرب علي تقدرون تقولون. خلوني أشوف لنا أو أشوف برميل ثاني. تعال لو سمحت. يلا قرب أنا هنا عندك. والله هذول مخربين علي صراحة. يعني أوكي جد إني أضربهم لكن يرمون بوقات خايسة. كويس على الأقل قدرت إني أضربه. طلع القرصان شداد للمرة الثانية. يا أخي كحة ما لها حل. دقيقة كأنه قرب مني بزيادة. أوكي ليش سوى السلاش هذه مرتين؟ الحين يلا تعال. يلا ددش. اوكي الظاهر كل 100. واو وش اللي صار؟ غير ضربته؟ الظاهر كل 100 يوقف او يمنعني اني اضرب زياده. اوكي شكله ما عجبه الوضع على سطح السفينه وقرر انه يكون على الجنب. والله رعب. طيب وش اسوي؟ دقيقه. والله يا انه رعب الوضع. طيب يلا ارموا البيرلز. يلا طيب ممتاز يلا ادخلي. اوكي حلو. يلا الثالثة. طيب لا ينفجر ذا ويوهقني. يلا افتح فمك. الله كويس 3 ضربات. طيب بعد واحدة ثانية. لا دقيقة. والله المرة قاعدة تتحرك. اوه كويس انه ضبط الوضع من قبل لا يبلعني. طيب الوضع افضل الحين المفروض. يلا بسرعة. اوكي واحدة ثانية. نايس والله خشت. طيب والحين هذه بعد. والله يا اني اكلت براميلي لين ما قال امين. تعال صدقني راح اشفطك هالمرة. والله لو ما راح تكسر خاطري زي اول مرة. الظاهر نفس الطريقة راح ننتظره الين ما يسوي. وش هذا؟ اوكي غير الضربة تبعته. طيب اوكي طيب ممتاز. اوكي الان خلاص ددش
والله لو تبحر بجوجل خلاص. فكذا قدرنا نفوز عليه وأخذنا الزر تبع الطابق الجديد، طابق رقم 13. بوبي بوبي كان فزعت لنا قبل شوي، السفينة قاعدة تتقلب وحالة حركاتك، والله حركاتك. فيلا خلونا نصعد للأعلى وراح نقدر نحرر آخر حفاظة. أوه خلونا نجمع الدرهمات الموجودة، كنز القراصنة. لاحق لاحق لاحق، يلا خلونا نحرر. فالوضع ممتاز ممتاز لويجي، لقيت الحفاظة الأخيرة. مثل كل مرة لازم تجيبه عندي للمختبر إلي ما تصير الأمور مستقرة. يلا خذها إلى المصعد، تعال يلا تعال، جننتون أنتو الثلاثة. طيب ليش ما نزل؟ راح يهبط كذا على طول؟ أوكي يعني دامك قوي كذا بزيادة وتقدر تهبط كل هالمسافة، كيف تخلي نفسك كذا تنصاد؟ المهم فنقدر نقول إن حنا خلصنا من الطابق رقم 12. كان جميل صراحة من ناحية التصميم، وفاجأني يعني ما توقعت إنه يجيبون بحر يعني كطابق. فالوضع ممتاز، وكل اللي المفروض نسويه حاليا إن نرجع أو نرجع تود الأخير إلى المختبر أو إلى أخوياه عن جاد الله. إن شاء الله ما يطلب منهم بعد يدورون شغلات زيادة خلونا نقول، بس أهم شيء إنه خلصنا. فكل اللي علينا الحين نوديه إلى جهة المصعد. إلى اللقاء. أهم شيء بول الملك، هذه كانت مجرد زلة صغيرة، لكن ما في مشكلة أبد، راح نحبس لويجي قريب، بس لو تعطيني شوية وقت زيادة. شكله شاف ما منها فايدة. والله اشتعلت غيظا. يلا نشوف جاد الله ايش عنده. انت الحين لقيت كل الحفاظات، بقى لك الأميرة خوخة وماريو. مهما كانوا احنا قربنا وما بقى شيء لويجي. يلا خلونا نروح نحط الزر اول. فيلا خلوني أشوفكم عند المختبر. فإلى هنا يا جماعة الخير نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا وانبسطتوا، وبإذن الله راح نكمل في حلقات جاية. فنشوفكم على خير قريب، استودعتكم الله وفي أمان الله.